القلق العميق إزاء استمرار القتال والخوف من تفاقم الأوضاع المتدهورة أحاط بكلمات المشاركين في قمة دول جوار السودان التي احتضنتها العاصمة المصرية بحضور لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حدد مرتكزات تصور القاهرة لخروج السودان من مأزقه الراهن، مرتكزات تمحورت حول المطالبة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة لوقف فوري ومستدام للقتال، مع توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية وصولاً إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية كافة. أولاً، مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. ثانياً، مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. ثالثاً، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. رابعاً، تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. الرؤية المصرية تشابكت مع رؤى القادة المشاركين في القمة، والذين أكدوا ضرورة انتهاز ذلك التجمع الإقليمي في القاهرة لإرساء أسس إنهاء الأزمة السودانية لما خلفته من تداعيات على دول الجوار، لكن مع التشديد على معارضة أي تدخل خارجي في الشأن السوداني. معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة إراضيه. ومع إعلانه اعتماد البيان الختامي لقمة دول الجوار، حذر الرئيس المصري من تبعات استمرار أزمة السودان على تدفق المزيد من النازحين إلى الدول المجاورة، وطالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي والدول المانحة تخصيص مبالغ مناسبة لمعالجة آثار الأزمة وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة ومعالجة النقص الحاد في الأغذية داخل السودان. مسار جديد أطلقته وتبنته القيادة المصرية في لحظة فارقة من تاريخ السودان، مسار تستهدف القاهرة منه إسكات أصوات الرصاص وحقن دماء السودانيين، إيماناً منها بأن إنهاء الصراع وإرساء الأمن هناك سينعكس إيجابياً على جيران السودان ومحيطه الإقليمي.